وأعود مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثالث والأخير للسيد نوري الشروي رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا. سيد الشروي، يعني مواضيع أخوتنا الأمازيغ هي دائما على عيننا وراسنا وتأخذ أولوية في ليبيا لكل الأحرار وأيضا في حصاد الأسبوع. يعني كنت أريد أن أخذك الثاني لكن واجهنا مشكلة فنية وانقطع الاتصال معك في نصف الحلقة، لذا أنت تأتي ثالثا الآن، وللأسف الوقت ضيق جدا، لذا سوف لن أسألك بتاتا، سوف أعطيك مساحة حرة تقول فيها ما شئت كرئيس مجلس أعلى لأمازيغ ليبيا، فلتتفضل. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أزل في الله ونهاية ما سمع. بداية حقيقة نشكر تلفزيون ليبيا لكل الأحرار على إتاحة هذه الفرصة لنوضح للمشاهدين الأعزاء بعض الحقائق وبعض الملابسات التي تتعلق بالاستحقاق الأمازيغي. نعم. ونهاية بما حدث يوم الثلاثاء الماضي. نعم، فقط للإيضاح سيد الشروي، لأن يعني الوقت يداهمنا وهناك فترة إخبارية مباشرة بعد البرنامج، فأريدك أن تنتقي أبرز النقاط ولتوجهها لكل الليبيين حول مطالب الأمازيغ تحديدا. وهذا ما ركز عليه أنا في حقيقة في هذه المداخلة التي أود أن يسعفني الوقت للشرح. نعم. كما تعلمون هي بداية الأزمة كانت أثناء عرض مسودة قانون انتخاب آلية لجنة 60 والفقرة الخامسة وخاصة المتعلقة بآلية التصويت في هذه اللجنة. كما تعلم عزيزي الفاضل أن تتخذ القرارات في هذه اللجنة بأغلبية 30+1. صحيح. أي بمعنى الذين سيقدمون للشعب الليبي مسودة الدستور هم 41 شخص نظريا. عدد أفراد المكونات الذين أعطيت لهم الكراسي هم 6 كراسي، أي بمعنى بهذه الآلية بهذه الطريقة 30+1 6 يكون تمثيلهم شكلي فقط لا غير. يعني أي مسألة، يعني فقط حتى يعني دعني أوضح معك لسادة المشاهدين، يعني نتحدث عن لجنة 60، يعني من 60 عضو و3+1، يعني اي مشروع قانون في الدستور لن يمر الى المؤتمر الوطني الى الليبيين الا بموافقه 41+1، لان هذه هي الاغلبيه لتمرير الدستور. أيوة. وبالتالي ان كان هناك من قله قليله من الامازيغ داخل هذه اللجنه الستينيه وارادوا ان يمرروا شيء يخص ثقافتهم وموروثهم لن يمر الا بال3+1، وبالتالي انتم من مطالبكم تغيروا 3+1 بالتوافق. نحن نقول ان هذه الآلية التي عملت في الاعلان الدستوري مع الاشاره الى المكونات ذات الخصوصيه الثقافيه واللغويه لا تتاتى، اي بمعنى لا يمكن للعضو الامازيغي التوارق ان يمرر مشروع بعدد صوتين او 4 أصوات او حتى 6 أصوات. هنا كانت الاشكاليه انه قدمنا مقترح للمؤتمر الوطني في ايام الدكتور محمد المدري فقلنا لهم مذكره رسميه ان في هذه الفقره يفترض ان تعدل او ان تتخذ في هذه الفقره تحديدا ان يكون هذه الفقره صحيحه بالكامل ما عدا ما ينص المكونات ذات الخصوصيه واللغويه والثقافيه. يتم التوافق على هذه البنود في الدستور الليبي، لابد من التوافق فيما يمس المكونات ذات الخصوصيه اللغويه والثقافيه. وهنا اسال وهو سؤالي الاخير سيد الشروي، يعني 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 هذا المطلب بتغيير يعني مساله التصويت بال3+1 في لجنه 60 على مساله التوافق حتى ينصف الامازيغ ربما كما يرون في حقوقهم الثقافيه واصولهم وجذورهم الامازيغيه الاصيله في ليبيا. السؤال هنا يطرح نفسه، يعني لماذا هذا التخوف؟ يعني هناك مطالب وهناك معارضة وحصلت مظاهرة سلمية تحولت إلى عنف حينما رفض هذا المطلب. السؤال هنا ما يعني أقصى يمكن أن يطلبه الأمازيغ إذا ما تحصلوا على عدد كافي يمرروا به أي مسألة في الدستور يريدونها؟ يعني ما أقصى يمكن أن يطلبه الأمازيغ وقد يتخوف منها الآخرون في ليبيا؟ أنا لا أدري، يعني هي مسألة الحقوق، هذه مسائل حقوق لصيقة حتى يكون التصويت يكون شكلي أكثر منها. الا ان اخواتنا في المؤتمر الوطني العام لا ادري ما الغرض من هذا، يعني لا ادري ما هو المقصود في رفضه لمبدا بسيط ومبدا ان يعني نحن كل المنظمات كل الاعراف الدوليه تنادي بان الدساتير تبنى على التوافق، ولا يمكن تبنى حتى لو يعني حتى لو خرجنا في ليبيا
الجديدة سيد الشروي، ما الذي تريدونه للغتكم الأمازيغية بالضبط؟ نحن نريد ترسيم اللغة الأمازيغية. لأن الاستفاضة عليها فقط لا غير، لأنها لغة آية من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه، وهي آية من وهي لغة من رفيقة بنا. يبحث بها أطفالنا، من حق أطفالنا أن يتعلموا هذه اللغة، ومن حقهم على اللغة على الدولة الليبية أن تصرف وتنمي هذه اللغة. مرافضة على جميع الليبيين، ولكن هذا حق طبيعي رفيق بنا نحن. طيب لكن نريد توصيف لهذا الحق، يعني كيف تريدون أن ترسم اللغة؟ لأن هذا الأمر فيه جدال، يعني لا يفهمه غير الأمازيغ من الليبيين، حتى بعض الأمازيغ أنفسهم، يعني حينما تسألهم ما الذي تريدونهم بالضبط من وراء ترسم اللغة لا يجيبون. يعني هل تريدون نحن لا نتحدث عن مبادئ إعداد الدستور، لم نصل إلى تلك النقطة التي يثير من الناس العرب كيف إلى الآن لم تجبني سيد الشروي؟ يعني هذا سؤال طرحته في السابق وأطرحه الآن عليك، يعني إلى الآن لا يعرف كل الليبيين مسألة يعني ترسيم اللغة وكيف يريد الأمازيغيون للغتهم يعني أن تدخل الدستور، يعني بجانب اللغة العربية. يعني اللغة الأمازيغية أكيد هي لغة غنية وقديمة ولا ننقص من قدرها، لكن ما الذي يراد منها بالضبط؟ يعني هل تريدون الحفاظ عليها كموروث ثقافي تدرس في المدارس في الجامعات، يعني أم تريدونها لغة متداولة تدخل يعني في المعاملات الإدارية، تكون لك هوية شخصية بالأمازيغية، جواز سفر بالأمازيغي، كتيب علم بالأمازيغي، يعني مختلف عن الليبي غير الأمازيغ الذي سوف يكون له جواز باللغة العربية مثلا؟ ما الذي تريدونها بالضبط؟ هذه الأمور يتفق فيها في مبادئ، نحن نتحدث عن مبادئ، هذا لا يمكن أن نتوقع لأي مدى آخر بهذه اللغة، إنما هذه الأمور تناقش من قبل المختصين، والعالم له تجارب في هذا، العالم غني بتجارب مثل حل هذه الإشكاليات. ربما فعلا هذا أمر لا نناقشه يعني أنا وأنت بشكل سريع في دقائق معدودة، لأن هذا أمر يخضع للدراسات والتحليلات. صحيح، هذا أمر يخضع يعني لمناقشة من قبل مختصين فنيين في تفسير سؤال دول. هل اللغة الأمازيغية أو التبوية أو التالية هي لغات وطنية أصيلة أم لا؟ نعم، سيد الشروي، يعني أعتقد كل ليبيا هم مع حقوق الأمازيغ أن تعطى لهم، لأن هذه الثورة أعطيت يعني خرجت حتى تعطي حقوق لكل ليبيين، ولا اعتقد ان هناك ليبي واحد. صحيح، ولا اعتقد ان احد اعضاء المؤتمر، لا اعرف، لكن لا اعتقد ان هناك ليبي واحد يمانع ان يعطى كل ذي حق حقه. واللغه الامازيغيه لغه نعتز بها، لغه غنيه وفريده، ويعني مع تجربه قدمها مع اعضاء المؤتمر الوطني العام بدايه قبل يوم قبل يومين من رمضان، يوم الثلاثاء الذي قبل يوم الاحد الاسود، انا اسميه الاحد الاسود لانه يوم الاحد الذي ذبحت فيه المكونات الليبيه، وخرج المؤتمر الوطني عام وقال باننا نحن خرجنا هذا القرار او هذه مسوده القرار بشكل توافقي، وهذا ربيع المكونات خرجت جميعا، الا ما يغلق قبل الطوارئ خرج من صاله المؤتمر. طيب خرج جميعا سيد الشروي، قالوا ان هذه المسوده خرجت بالاجماع. سيد الشروي الوطني بعده تم جلسات وجلسات ونقاشات مطوله، الا انه حتى يوم المظاهره نتفاجا بان كثير رئيس اللجنه التشريعيه في المؤتمر الوطني والذي تقابلت معه السيد عمر بوليفه يسالني ماذا تريدون؟ وهذا منطق مسجل، وانا الذي سلمته نص اللجنة لماذا أجابك؟
بماذا أجابك سيد عمر بوليفة؟ بماذا أجابك؟ جاء وقف عليه وقال أن النص الذي تقدمت به سوف إن شاء الله سنطرحه. قلت له قل هذا الكلام للجميع، قل هذا الكلام للجميع، لماذا لا تقوله؟ لماذا لا تقول بأن المشروع الذي قدم لنا سيطرح على المؤتمر الوطني؟ علي أن يعقل أن يكون على مدى 40 يوم مشروع قانون لا يناقش كثيرين من أعضاء المؤتمر الذي لا يعرفون ما الذي حصل؟ يعني إن كنا سوف نقيس بهذا الأمر، هناك مشاريع قوانين كثيرة لازلنا ننتظرها حتى هذه اللحظة، ويفترض أن تخرج من المؤتمر الوطني منذ أول يوم لتأسيسه كمشروع العدالة. أخي نحن نسير دولة، نحن في أول خطوات بناء الدولة أخيرا الفتية. أخيرا نحن في أول خطوة، لازلنا في أول خطوة، اختلفنا في أول خطوة ولا نريدها متعثرة هذه الخطوة. سيد نوري الشاروي رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، أعتقد أن كل الليبيين أو جلهم مع مطالب الأمازيغ أن تعطى لهم حقوقهم، لكن أرجوكم سيد الشاروي طالبوا بحقوقكم دون أن تشقوا الصف. انتهت حلقتنا من حصاد الأسبوع، شكرا على كرم المشاهدة وفي أمان الله.